دلوقتي تعالوا نروح مع بعض نشوف فقرة السوشيال ميديا. صفحة في الجول على تويتر احتفلت بعيد ميلاد جوكر النادي الأهلي أحمد فتحي وكتبت فارس شجاع مقاتل، صفات اتصف بها أحمد فتحي الذي كان ضلعا رئيسيا في الجيل الذهبي لمصر، الدوري المصري 9 مرات، كاس مصر مرة، سوبر المصري مرتين، دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، السوبر الأفريقي مرتين، كاس أمم أفريقيا 3 مرات. هذه هي بطولات الجوكر في تاريخه. عيد ميلاد سعيد أحمد فتحي. كمان احتفل الحساب الرسمي للمنتخب المصري على تويتر بعيد ميلاد الجوكر على تويتر وكتب: نحتفل سويا بعيد ميلاد قائد الفراعنة في جميع الأعمار السنية المختلفة الجوكر. نشرت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على الإنستغرام صورة لمحمد النني من تدريب من التدريبات اللي أقيمت في أجواء ممطرة، وكتب الطقس المثالي للتدريب، أليس كذلك يا نني؟ كمان محمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي نشر، أنا قلت محمد؟ طيب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي نشر صورة على تويتر من ماتشه الأخير قصاد كاونتي ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب، اللي انتهى بفوز أستون فيلا 3-0، وكتب المحمدي 3 نقاط و3 أهداف وشباك نظيفة رائعون اليوم. كمان نشر خوان فايت لاعب توتنهام واللي أحرز هدف في فوز فريقه امبارح على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي أو بريمير ليج على تويتر صورة من المباراة وكتب: حقا سعيد بهذا الفوز وبإحراز أول هدف في البريمير ليج. كمان نشر إريك لاميلا لاعب سبيرز واللي تعرض لإصابة في وشه في الماتش امبارح صورة من على الإنستغرام مع خوان فايت وكتب: إلى كل من يسألون عني أنا بخير هنا مع صاحب الهدف، فوز رائع الديار. كمان داري علي لاعب توتنهام نشر صورة على تويتر من الماتش وكتب: فوز كبير في أجواء صعبة. نشر كمان هاري كين صورة من المباراة على تويتر وكتب: فوز عظيم، نهاية مثالية لأسبوع صعب. نشر كمان هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي الإنجليزي صورة على تويتر من مباراة الفريق امبارح قدام بيرنلي واللي انتهت بالتعادل السلبي واللي شهدت طبعا تأبين لمالك النادي الراحل، خصوصا انه ده اول مباراه او اول ماتش تتلعب على ملعب كينجز باور ملعب ليستر سيتي بعد الحادثه اللي تعرض ليها طياره مالك نادي وطبعا ادت لوفاته. وكتب هاري: فقدنا 3 نقاط ولكن الدعم اليوم لا يصدق. كمان اسبانيا نشر توماس بارتي لاعب اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من مباراه امبارح مع بلباو واللي انتهت بفوز اتلتيكو مدريد 3-2، احرز منهم هدف وكتب: يا لها من ليله ساحره. كمان نشر ديجو جورن قائد اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من المباراه وكتب: قتلنا حتى النهايه وحصلنا على المكافاه. كمان جيروم بارتينج لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره على تويتر لحرائق الغابات في كاليفورنيا وكتب: ابقي قوية كاليفورنيا، دعوتنا ليكي. كمان نشر ماوري كاردي صورة لي على تويتر وكتب: سعيد جدا باستلام جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي. كمان ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي واللي كان عيد ميلاده امبارح نشر صورة على الإنستغرام بيشكر كل الناس اللي هنوه بعد ميلاده، قال لهم: شكرا لرسائلكم، النهارده كملت 26 سنة وبشكر ربنا على سنة جديدة تانية في عمري. كمان حساب ليفربول العربي على انستغرام نشر فيديو لمحمد صلاح ولوفرن وكتب: المصري في اي حته بيفرض نفسه على اي حد. صلاح خلى لوفرن يسمع ويغني لعمرو دياب، تعالوا نشوف. ده هبك موت ولا ده بوركيسو بس تفاصيلي